قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. هذه الآية القرآنية الكريمة تتحدث عن معنى واضح وجلي، ألا وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، الرجاء، الخشية من الله سبحانه وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب ماذا أعد الله لهم؟ لهم مغفرة وأجر كبير. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة لم يحدد كمية الأجر، بل قال ماذا؟ أجر كبير. وهذا إنما يدل على ماذا؟ على أن الخشية، على أن الخوف من الله سبحانه وتعالى لهو أمر عظيم، وهو من صفات المتقين وسمات الأولياء الصالحين، وقد أولته الشريعة اهتماما بالغا. آيات، أحاديث، روايات تتحدث عن الخشية، تتحدث عن الخوف من الله سبحانه وتعالى. الإمام يقول: خف الله كأنك ترى، كأنك ترى ماذا؟ ترى الله، لا، يعني تستشعر عظمة الخالق قبل أن تقدم على أي فعل، حتى وإن أقدمت على فعل أو على عمل. اجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيك، خف الله كأنك ترى، استشعار لعظمة الخالق عز وجل. فإن كنت لا ترى فهو يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك، يعني إذا حط بالك أنا سوف أفعل، سوف أعمل هذا الشيء ولا أحد يراقبني، إذا حط بالك هذا الشيء فإنك ماذا؟ قد كفرت بالله. هذا عين الكفر والشرك. فإنه ماذا؟ فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك قد كفرت بالله. أيها الأحبة، كلما تجاوبت مشاعر الخشية في الخوف في النفس صقلتها وسمت بها إلى أوج ملائكي رفيع. يعني شنو؟ يعني يصبح الإنسان كالملك، لا بل أفضل من الملائكة. ما هو الشرط؟ كلما تجاوبت مشاعر الخشية والخوف في النفس، يعني هذه النفس خلت تجاوب مع ماذا؟ مع الخشية، خوف من الله سبحانه وتعالى، سمت بها إلى أوج ملائكي رفيع. يعني يصبح الإنسان أفضل من الملائكة. الرواية تقول: ركب الله سبحانه وتعالى في الإنسان عقلان وشهوة، وركب في الملائكة عقلا بلا شهوة، وركب في الحيوان شهوة بلا عقل. موضع الشاهد في هذه الرواية، شوف الإنسان شلون يصبح أفضل من الملائكة. فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل ماذا؟ أفضل من الملائكة. يصبح الإنسان ماذا؟ إلى أوج ملائكي رفيع، استشعار العظمة الإلهية، استشعار الخوف من الله سبحانه، استشعار عظمة الخالق عز وجل. الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأكو بعض الناس ترى اللي ما يملك ذرة من الخوف، تراه يفعل ما يفعل،
يرتكب المحرمات بل ويتجاهر بها أمام ملأ من الناس. أنا سويت، أنا فعلت، أنا سرقت، أنا ليش؟ ما عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. لكن شوف اللي يمتلك ذرة من الخوف تجاه الله سبحانه وتعالى، المعصية قد تهيئ إليه، لكن ماذا؟ يرتدع عن ارتكاب المعصية. إيش خوف عنده؟ عنده إيمان. نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، ألم تكن المعصية مهيئة إلي بنفسها؟ الآية شو تقول؟ قل وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. شوف خوف من الله، قوة إيمانية. يمكن أحد يقول لا هذا وأنا نوصل لمستوى، لا حتى إنسان عادي يقدر، أماكن المعصية مو موجودة، لكن ليش ما يذهب إلها صاحب المأتم أو ابن المأتم أو ابن المسجد؟ متوفرة أماكن المعصية مهيئة. لكن شوف الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويمتلك الرصيد من الإيمان ومن التقوى. شوف هذا الرصيد الإيماني، شوف هذا الخوف والتقوى يمنع عن ارتكاب ماذا؟ عن التفكر حتى في الذهاب إلى المعصية. مو التفكر في المعصية، لا، الذهاب للمعصية. شوف الخوف. لكن اللي ما يمتلك الخوف تراه يتجرأ، يتجاسر، فعل ما فعل. الذين جاءوا لقتل الحسين سلام الله عليه، ألا يعلمون أنه ابن بنت رسول الله؟ لكن ماذا؟ لكنهم لا يمتلكون ذرة من الإيمان، ما عندهم إيمان، ما عندهم خوف، خشية من الله سبحانه وتعالى. الذين فعلوا ما فعلوا بأهل البيت، إذا نجي إلى صاحب هذه الذكرى الإمام العسكري سلام الله عليه، جرعوه. معتمد، هو يعرف أنه ابن رسول الله، يعرف أنه أحق بالخلافة، لكن الملك والكرسي يعمي ويصوم. كم عمر الإمام؟ الإمام العسكري أيها الأحبة عمره 28 سنة شباب، 22 سنة قبل تولي منصب الإمامة، ومن صار عمره 22 سنة تولى منصب الإمامة لمدة 6 سنوات، مدة إمامته 22 و6 سنوات، مجموع عمر المبارك الشريف 28 سنة. في هذه 28 سنة عاصر 6 من ملوك بني العباس: المتوكل، المنتصر، المستعين، المعتز، المهتدي، المعتمد. 6 عاصر في هذه 28 سنة. في 6 سنوات مدة إمامة عاصر 3: المعتز، المهتدي، المعتمد. نجي للمعتز. هذا الرجل، هذا الطاغية الحاكم المجرم، الخليفة الظالم في عهد هذا المتغطرس، ثم استشهد الإمام الهادي سلام الله عليه، بعد وقتلت مجموعة من بني هاشم. ليش؟ لأنهم ينتمون إلى أهل البيت، لم يسلموا فقط بني هاشم، لا، هو أخوه ماسك ولاية عهد من؟ أخوه المؤيد ماسك ولاية وزمام ولاية العهد. إجت أخبار من الجلاوز اللي تحته أن ترى المؤيد راح يخطط للانقلاب عليك وياخذ الحكم من عندك. ايش سوى؟ حبسه، هذا أخوه، حبسه في السجن. ماذا فعل به؟ ينقل التاريخ: أمر بضربه 40 صوتا حتى خلع نفسه من ولاية العهد. ما أريدها بعد، خلاص
خلع نفسه من ولاية العهد. المعتز أطلق صراح أخوه المؤيد، أطلق صراح أخوه المؤيد. بعد فترة من الزمن أمر بحبسه مرة ثانية. ليش؟ يعني كانت عنده نفوذ آنذاك، كان ماسك ولاية العهد وعنده نفوذ من الجنود الأتراك، فحبس مرة ثانية في السجن. خطط للقضاء على من؟ أخوه، ما سلم منه. فما بالكم أيها الأحبة بالمقربين من أهل البيت وشيعة أهل البيت، ما يسوي فيهم؟ أمر بقتله وهو في السجن. شلون قتله؟ يعذبه ويموت؟ لأكو مشكلة بعد. شوفون على جسد أثار التعذيب، أكو نقطة سلبية تكون عليه. إيش سوى؟ إيش سوى في أخوه؟ ينقل التاريخ جاءوا بقطعة قماش مسمومة، وضعوه في وسط هذه القطعة ولفوه فيها، وأطبقوا طرف القطعتين من الرأس إلى الرجلين. وظل يستنشق هذا المؤيد اللي ماسك زمام ولاية عهد أخوه المعتز السم، حتى هلك عليه العائن. مات. وأثاروا أيضا في ظل هذا الطاغية، في حكومة هذا المعتز، ثاروا في الحجاز من آل عقيل ومن آل طالب مجموعة، فجاءوا بهم من الحجاز إلى سامراء. وش سوى اللعين؟ فذبحهم عنه. ما سلم منهم أحد. عاشت الشيعة في ظل هذا الخليفة المعتز ظنك المعيشة، في ظل حياة الإمام. يقول لهم الإمام لا تسلم، إذا رأيتموني أمشي في الطريق لا تسلموا علي ولا تشيروا إلي ببنان. ليش؟ لأن أي شخص يسلم على الإمام يعني ماذا؟ هذا من خواص الإمام، من منتسبي الإمام، من شيعة الإمام، فإنه يقتل. فأوصل الإمام شيعة ومحبينه، لا حد يسلم علي ولا حد يأشر علي، يعني هاكو الإمام طافلة إلى هالدرجة. إجت الشيعة تشتكي الحال الإمام، يا ابن رسول الله متى الفرج؟ ضاقت صدورنا. قال لهم الإمام العسكري سلام الله عليه، بعد 3 أيام يأتي لكم الفرج إن شاء الله. شي يصير يا ابن رسول الله؟ قال لهم بعد 3 أيام يهلك المعتز. فعلا تحقق ما قاله من؟ الإمام العسكري سلام الله عليه. بعد 3 أيام ثاروا الجند الأتراك على المعتز. ليش؟ لأنهم رأوه لا يحقق لهم المصالح، فثاروا عليه وضعوه في السرداب وأحكموا عليه السرداب حتى هلك عليه لعائن الله. هذا المعتز. من بعد المعتز إجا من؟ إجا المهتدي أسماء، ومسك زمام الحكم. هذا لا، هذا شلون صار؟ صار سيرة النفاق، يضمر شيء ويعمل شيئا آخر، يعني بمصطلح العام رجع بعض الحقوق، أعاد للمظلومين شيئا من حقوقهم. ثم بعد ذلك ماذا؟ حبس الإمام. أن كما قلت وجود الإمام يمثل ماذا؟ خطرا على كرسيهم وعلى ملكهم. وأيضا وجاءوا بجماعة من بني هاشم ومن منتسبي شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقتلهم وهم ماذا؟ حيين. بنوا عليهم الأسطوانات، قتلوهم. ليش؟ ما هو السبب؟ لأنهم ينتمون لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكان هذا الطاغية المهتدي يريد أن يفتك بالإمام، كل يوم يتهدد في الإمام، لكن الأقدار شاءت دون ذلك أن هلك هذا المهتدي. إجا أحمد بن محمد إلى الإمام العسكري يقول إليه يا ابن رسول الله إنه يتهددكم ويتوعدكم،
يقول والله لأجلينكم عن جديد الأرض. يعني ما راح يبقى الإمام، ما راح الإمام يمشي على الأرض. فإذا الإمام يكتب إلى أحمد بن محمد بخطه وقع عليه بخاتمه، يا أحمد بن محمد، نعم يا ابن رسول الله، قال عد من يومك هذا 5 أيام وفي اليوم السادس يأتيك خبره. وفعلا يقول أحمد بن محمد حسبت في اليوم السادس ثاروا الأتراك عليه، أيضا الجند من الأتراك وقتلوه. إجا من بعد المهتدي من؟ المعتمد عليه لعائن الله. وهذا المعتمد كما ينقل التاريخ ويقرأ كان كثير السهو كثير اللعب كثير الله. ومن المسيطر على زمام الحكم آنذاك؟ أخوه المعتضد. عند أخ اسمه المعتضد، فصار المعتز حاكم فقط بالاسم، مجود كرسي الحكم، لكن من المتحكم، من المتنفذ في أمور الدولة آنذاك؟ أخوه المعتضد. حتى هلك المعتضد، وهذا المعتضد عنده ولد اسمه الواثق. فعندما هلك أبوه ظل شوية شوية يتقرب من منه، يتقرب من العم، من المعتمد، حتى حل محل من؟ والده، وصار هو الآمر وهو الناهي. وفي أيضا حكومة هذا الظالم ينقل التاريخ قتلت مجموعة كبيرة من الشيعة. ترى هذه تشوف ضريبة القتل إلنا والاضطهاد مو من يومنا هذا، لا، من تلك الأيام. ليش؟ بسبب انتماءنا وحبنا وولائنا لأهل البيت. اللهم ثبتنا على محبتهم وعلى ولايتهم والبراءة من أعدائهم. شوف حبنا ضريبة الحب إلهم هذا القتل، القصر، تهميش في كل مكان. على كل حال، فوضع الإمام في حكومة هذا الظالم من سجن إلى سجن، أخير إلى نحرير. هذا نحرير سجان يمتلك العداوة والبغض لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلى كل شخص يوالي أئمة. حبس الإمام عند نحرير. سجان كان يتربص، كان يدور المكان المناسب، الحيلة المناسبة، الفرصة المناسبة لكي يفتك بالإمام. أراد أن يأخذ الإذن ممن؟ من المعتمد. ليش؟ عشان يتخلص من الإمام. التفتت إليه زوجته، يا نحرير ماذا سوف تعمل بهذا الرجل؟ ايش راح تسوي إليه؟ ايش عندك وياه؟ لا نرى منه إلا الصلاح، إلا التقوى، صائما ليله، صائما نهاره، عفوا قائما ليله، وأنت تريد أن تفتك به؟ قال لها والله لأرمينه في بركة السباع. الله أكبر. هذا الإمام ابن رسول الله ترمي في بركة السباع. استأذن، أخذ الإذن، أذن له، وضعه في بركة السباع. عبال السباع راح تأكل من جسد الإمام العسكري سلام الله عليه. تقول الرواية بعد ساعة، وفي رواية أخرى بعد أيام. ساعة يعني لحظة، 60 دقيقة لا، وفي رواية أخرى بعد أيام. إجا إلى الإمام عبال، راح شوف جثتها كذا حامدة عظام، لا تقول، وإذا بالأسود تحوم بين يدي الإمام سلام الله عليه. ألا يعلم أن لحوم
بني هاشم لحوم الأئمة أجساد الأئمة محرمة على الحياة، مو أجساد اللي بقيت على بوغاء كربلاء فلت ماكو ماكو سباع هناك، ليش ما اجت واقتربت من تلك الأجساد الطاهرة؟ وإذا بالإمام العسكري سلام الله عليه يشير إليها بإصبعه بيده تنحي، فتنحت السباع عن الإمام سلام الله عليه تنحت، وصل الخبر إلى من المعتمد، يعني أكو كرامة أكو منقبة أكو فضيلة، شاع خبرها أمام الناس من الفضائل على الفضائل التي ظهرت للإمام صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا؟ يعني لابد من التخلص من الإمام بأي وسيلة بأي طريقة.